القبر وعيش حياة القيامة حتى الرب يبارك أيامك. خلونا نقف ونحن نتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت. هللويا. قيامة الفريق خليقو. هللويا. صلي من كل قلبك وانت واقف، هل انت بالقبر ولا طالع من القبر؟ رب يعطي نعمة باسم يسوع لكل الموجودين الحاضرين بهذا المكان. إلهنا حي وحاضر بهذا الوقت. صلي من كل قلبك واطلق كلمات بأنه الرب يعطيك نعمة ويستخدمك بهذا الوقت. قل يا رب أنا جاي حتى تستخدمني وقوة القيامة تعيش في حياتي. هللويا. أطلب من الأخ سيف وأخونا قيصر سمير أخ معان. صلينا أخ سيف من أجل المائدة. أمين. لإلهنا كل المجد. خلونا نسبح إلهنا ونتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت.
معبدنك والطلب تنهي زمانه نمتلي سلطان كرامك والعدو يرجع مكانه ما في سلطان ولا هو غير لشخصات الوصال تملي تشبع لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن التايه تضمه تفتح عين الطريق محتاج الله. هللويا. صلي وانت واقف في مكانك واشكر يسوع من أجل قوة قيامته من بين الأموات وجعلك مستحق أن تأخذ هذه المائدة بهذا الوقت. صلي وأطلب من كل قلبك قل يا رب دعني أخرج خارجا وأحدث بالمجد والسلطان والقوة والعظمة التي أعلنت يا رب لنا من قيامتك من الموت. أرجوك يا رب يسوع كل متناولي يكون يا رب هذا الخبز وهذا الكأس سبب بركة لحياتهم وإعلان قوة دمك وحضورك وكرازة لإسمك في وسط شعبك. إلهي القدوس في الليلة التي أسلم فيها يسوع أخذ خبزا شكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. كذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اشربوا كلكم منها. مبارك اسم يسوع وإلى الأبد رحمته. خلونا نجمع عطايانا وعشورنا للرب بهذا الوقت وراح نرنم ترنيمة حلوة جديدة